السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة انتصار شانيل. كنتمنى تكونوا على خير وبخير ويلقاكم لا فيديو ديالي وانتم في احسن الاحوال. جيتكم بفيديو جديد وفيديو اليوم غادي يكون رائع ومميز. غنقترح عليكم وصفات وطرق وحيل لاستعمال الخل الابيض. فالخل الابيض متواجد في كل بيت، غادي يهنيك من عده مشاكل. خليك مع الفيديو وما تمشي فين، ولكتي اول مره كتشوفي قناتي ما تنسيش تنضمي للعائله ديالنا وتضغطي على الجرس باش توصلي بجديد الوصفات. ونخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه. اول حيله غنقترح عليكم، الا كانت عندكم شي رائحه في البيت كريهه، مثلا لقليت الحوت ولا شي ريحه اخرى غير مرغوب فيها ولا رائحه ديال الغموليه، فغنقترح عليكم الفكره هذه اللي سهله وبسيطه وغادي تهنيكم تماما من الروائح الكريهه في البيت. غادي ناخذ كاس ديال الخل الابيض وغادي نغلفوه بواحد البلاستيك الغذائي وغنديروا فيه ثقوب بواسطه كيغدو او شوكه كيف درت انا، وكتحطوه في اي مكان عندكم في البيت وغادي نتهنوا من الرائحه الكريهه سواء كانت غموليه او اي رائحه اخرى. كنتمنى هذه الحيله تنال الاعجاب ديالكم وندوزوا للحيله الثانيه. الحيله الثانيه كتخص المعالق والسكاكن. كنا كنبغيو هكا المعلقات والسكاكن تاعنا الفرشطات يكونوا نقيين وكيلمعوا ومع المداومه والاستعمال فيفقدوا اللمعان تاعهم. بهذه الحيله هذه كتاخذي واحد البواطه كديري فيها كاس تاع الخل وكاس تاع الماء وكتخليهم 15 دقيقه، ومن بعد كدوزي تمسحيهم فكتحصلي على نتيجه اللي مبهره وكيكونوا لامعين وكيشعلوا. وبالنسبه للحيله الثالثه البنات، فكتخص البراد بكثره ما كنعمروا فيه اتاي كل نهار او عده مرات في اليوم، فكيولي عندنا البراد ديالنا كحل ضروري ما نحكوه باش هكا من الداخل يولي نقي وكيشعل. انا غنعطيكم هذه الحيله هذه بلا مجهود بلا تماره. كتعمروا البراد ديالكم بالماء وكتخليوه قياس تاع كاس، كديروا خل وكديروا معلقه تاع الملحه كتحطوه يتبخ ويعاود فوق البوطه مده ديال 10 تاع الدقائق، ومن بعد كتشوفوا البراد تاعي ولا كيشعل من الداخل والماء اللي حيت كله كيلو كيولي لونه احمر، يعني كاع التصبغات اللي فيه كتحيد. هنا غادي ندوز عليه بالحلفه وبسائل ديال الاواني تدويزه اللي هي خفيفه وكنحصل على نتيجه اللي مبهره، براد اللي نقي وكيشعل وكيلمع بدون مجهود وبدون تعب. كنتمنى هذه الفكره هذه باش تنال الاعجاب ديالكم. وندوزوا الفكره الرابعه. كلنا كنعرفوا الاينوكس من بعد ما كنبداو كنستعملوه فكيبدا يزرق لينا من الداخل. اليوم غادي نوريكم واحد الحيله اللي غادي ما تحكوه ما والو وغادي يرجع الاينوكس ديالكم كيشعل. هنا درت في الطنجره تاعي درت الماء وغادي نضيف فيها كميه تاع الخل وغادي نحطها فوق النار نخليها حتى كيتبخ هذا الماء مزيان هو والخل. من بعد غادي ندوز نغسلها وغتشوفوا النتيجه كيف دايره. وانا حطيت الطنجره تاعتي فوق النار وغادي نخليها تغلي وتعاود واحد المده ديال 10 تاع الدقائق، ومن بعد غادي ندوز باش غادي نفرغها من هذا الماء ونغسلها وتشوفوا النتيجه كيفاش غادي تخرج ليا الكوكوت ديالي. كيكون هذا هو الشكل النهائي للطنجره تاعتي، طنجره اللي كتلمع وكتبرق ونقيه بلا حتى شي مجهود. كنتمنى هذه الحيله هذه سيتنا الاعجاب ديالكم وتجربوها على جميع الاواني ديال الاينوكس اللي عندكم فغتحصلوا على نتيجه جد رائعه. وندوزوا دابا للحيله المواليه. اما بالنسبه لهذه الحيله هذه فجاوني عليها تساؤلات كثيره كيسولوني كيفاش حوض المطبخ ديالي دائما نقي وكيلمع، فهذه هي الحيله اللي كندير ليه كل يوم. كنغسل الاواني وكنكمل كندوز عليه واحد التدويزه بالخل الابيض، كندهنو كامل بالخل الابيض وكنعاود نمسحو وكنشلو، كتكون هذه هي النتيجه. الحوض اللي كيكون صافي لامع كيشعل ومعقم في نفس الوقت وبدون اي مجهود وبلا مواد كيماويه كنحصل على نتيجه جد رائعه. كنتمنى هذه الحيله حتى هي تنال الاعجاب ديالكم وندوزو للحيله الاخرى. اما بالنسبه لهذه الحيله هذه فكتخص طريقه تنظيف النظارات سواء النظاره الشمسيه او النظارات تاع الشوف، فما غاديش نحتاجوا المحلول الخاص بهم. هنا خديت واحد القاروره او بخاخ درت فيه كميه ديال الماء وغادي ندير النصف ديالو ديال الخل، يعني غيكون الماء والخل بكميات متساويه
ومن بعد غادي نرش بهم النظاره تاعي، وغادي ناخذ واحد القطعه ديال كلينيكس وغادي نمسحهم، وهنا غنحصل على واحد النتيجه اللي جد رائعه. نظارات اللي كيلمعوا وما فيهم لا طبيع لا غبار لا حتى شي حاجه، وبطريقه اللي هي سهله وبلا ما نضيعوا لا فلوسنا لا والو، يعني كنوفروا وكنمسحوهم. ودائما هذا البخاخ او القاروره تكون عندكم في الساك ديالكم، هكا ملي يبانوا لكم النظارات تاعكم تلمعوا وما بقاوش كيعطيونا واحد الصوره اللي واضحه، فكنمسحوهم بهذه الطريقه دي اللي سهله. وكنتمنى هذه الفكره هذه حتى هي تنال الاعجاب ديالكم. اما بالنسبه لهذه الحيله هذه، فملي كنصايبوا البغرير ولا بغينا نحصلوا على بغرير اللي كيكون مثقب وخفيف ورطب، ما عليكم الا ديفو قطرات تاع الخل حتى تخلطوا البغرير وتكملوا، وديروا واحد القطرات تاع الخل وحركوا عليه وغطيوه وخليوه يرتاح مده ديال 5 دقائق، ومن بعد طيبوا البغرير تاعكم فغتحصلوا على واحد النتيجه اللي جد رائعه. بغرير اللي كيكون خفيف ورطب وكله مثقب كيجي بحال الشهده. كنتمنى هذه الفكره هذه تنال الاعجاب ديالكم، وندوز للفكره المواليه. بالنسبه لهذه الفكره هذه، فملي كنبغيو نسلقوا البيض كيكون عندنا شي بعض المرات شي بيضه اللي كتكون مشقه، ولا ملي كنحطو هكا في الكاسرونه فكيتشقق لينا. الا بغيتو تحتفظوا عليه والبيض ما يتسربش من ما يتسربش لكم هكا في الماء وتبقى البيضه محافظه على الشكل تاعها، فما عليكم الا تضيفوا قطرات تاع الخل وتحطوا البيض تاعكم كيتسلق وكتحصلوا على نتيجه جد رائعه. وبالنسبه لهذه الفكره هذه اللي مهمه ومهمه بزاف البنات، فغنعطيكم واحد الوصفه اللي كتعالج الفطريات اللي كيكونوا في الاصابع تاعنا سواء ديال اليد او الارجل. وهاد الخلطه البنات هذه فعن تجربه، كانت صاحبتي فيها فطريات في رجليها ومخلات حتى الطبيب وجميع الادويه جربتها وبدون فائده، وحتى ملي دارت هاد الخلطه هذه فلقات نتيجه اللي جد مرضيه وبغيت نشاركها معكم. كتاخذوا هنا معلقه ديال الحنه العاديه وكتخلطوها بالخل حتى كتحصلوا على واحد العجينه، وهكا كديروها في الاصابع ديالكم في الاماكن اللي عندكم فيها الفطريات، وغادي تحصلوا على واحد النتيجه اللي جد رائعه، وغادي تهناو من الفطريات تماما بدون ادويه بلا ما تمشيو عند الطبيب. وكنتمنى هذه الفكره هذه تعجبكم وتشاركوها مع الاصدقاء تاعكم لانها فيها منفعه لجميع الناس اللي مرض مساكن. ندوزوا دابا الفكره الاخرى. كلنا كنبغيو نشوفوا الملابس تاعنا بيضاء ويكون فيها واحد البياض اللي كيكون ناصح، وملي كنديروا جافيل فمن مع المده كيعطينا اصفرار في الملابس، والملابس كيرشاو يعني ما كيبقاوش كيف ما خديناهم اول مره. فهنا باش تستغناو على الكلور او الجافيل، فما عليكم غير تاخذوا الملابس البيضاء وديروها في واحد البانيو وديروا على كميه تاع الماء وقطرات تاع الخل وترقدوها فيهم، ومن بعد كتصبنوها بالمنظف ديال الملابس تاعكم فكتحصلوا على بياض ناصح ونتيجه جد رائعه. اما بالنسبه لهذه الحيله هذه فانا متاكده كلكم غادي تعجبكم. كلنا كنبغيو الفريت اللي كتكون مقرمشه وبحال ديال المحلات تماما، وهذا هو السر باش كتجيني انا الفريت بحال ديال المحلات كيف ما كتباع لبرا. كناخذ الفريت تاعي وكنديرها في واحد الكاسرول، كندير عليها كميه تاع الماء وقطرات تاع الخل وكنسلقها نصف سلقه، ومن بعد كنصفيها من هذاك الماء وكندوز باش نقليها سواء في الزيت او في الفرن، فكنحصل على نتيجه اللي جد رائعه. فريت اللي كتجيني مقرمشه ورطبه في نفس الوقت ولذيذه. وكنتمنى هذه الحيله هذه حتى هي تنال الاعجاب ديالكم. وندوزوا الحيله الاخرى. اما بالنسبه لهذه الحيله هذه فكتخص الخضر اللي كتكون ورقيه بحال الخس او لي زيبينار ولا القزبر والمعدنوس، يعني جميع الخضر اللي كتكون خضراء وورقيه فكتكون علقه بها حشرات صغيره ما نقدروش نشوفوها بالعين المجرده، وكتكون فيها اطربه اللي هي كثيره، فلذلك خاصنا ضروري ما نغسلوها مزيان ونعقموها في نفس الوقت، وباش حتى ديك الحشرات اللي كتكون صغيره كتنزل منها. فغادي نستعملوا هذه الحيله هذه، كناخذوا واحد البانيو كنديروا فيه كميه ديال الماء اللي غتغطي لنا هذه الخضر هذه، ومن بعد كنضيفوا نصف كاس تاع الخل وكنخليهم مده ديال 10 دقائق مرقدين في هذا الماء والخل. من بعد ملي كنهزوا هكا الوريقات تاع الخس تاعنا او اي نوع ديال الخضر ديالنا فكنلقاو حشرات اللي هي صغيره، جميع يعني اطربه اللي هي كثيره نازله، كنعاودوا نغسلوا هذه الخضر هذه كنحيدوها من هذا الماء وكنعاودوا نغسلوها مره وجوج وثلاثه، كنحاولوا نغسلوها مزيان مزيان، ومن بعد كنحصلوا على خضر اللي كتكون نقيه ونظيفه ومعقمه وما فيها لا حشرات لا اطربه. كنتمنى هذه الحيله هذه حتى هي تنال الاعجاب ديالكم. وندوزوا دابا للحيله الاخيره واللي كنتمنى حتى هي تعجبكم وتجربوها، فكتخص القطاره. اللي كنستعملوها كل نهار، اكثريه فينا كيدير القهوه كل نهار، فهاد الاله هذه كيكون عندها واحد التنظيف اللي خفيف يعني ما كننظفوهاش من الاعماق ديالها، ما يمكنش شي بلايص غادي نوصلوا ليهم باليد ديالنا،
فهنا غادي نديروا هاد الحيله هذه باش ننظفوا القطاره تاعنا من الداخل، من الاماكن اللي ما نقدروش حنا نوصلوا ليها. كناخذ هاد البلاصه هذه فين كنديروا الماء، كندير واحد الكميه تاع الماء وكندير نصف كاس تاع الخل، وكنخدم القطاره ديالتي عادي كاني غادي نقطر فيها القهوه. ومن بعد هذاك الماء اللي درتوه مع الخل اللي كيكون لونه ابيض صافي فكينزل لنا لونه يعني مغاير غادي البني، كتنزل منها جميع الترسبات اللي كتكون فيها من الداخل. كيف كتشوفوا معايا كيكون هذا هو الشكل ديال الماء اللي درته، كاين صافي دابا خرج لونه غادي اللون البني. كنتمنى هذه الحيله هذه حتى هي تنال الاعجاب ديالكم، كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الحيله اللي شاركت معكم وتجربوهم حتى نتوما في البيوت تاعكم. والى عجبكم لا فيديو ديالي ما تنسونيش من لايكات والتعليقات وتبارطاجيو الفيديو مع الحباب والصحاب وفي مواقع التواصل لتعم الفائده.